الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا في هذا الفيديو الجديد، واللي كيتعلق طبعا بواحد اقتراح أو نموذج لامتحان الكفاءة المهنية، طبعا السلك الابتدائي الدرجة الأولى. إذا يتعلق بديداكتيك اللغة العربية. نشرع على بركة الله النص. عندنا تيقولنا كشفت نتائج التقويمات الوطنية والدولية عن مشكلات ينبغي البحث لها عن حلول تستثمر الطريقة المقطعية في التعليم المبكر للقراءة، وهي طريقة تعتمد التدريس المباشر للعلاقة بين الأصوات والرموز الممثلة لها كتابة، بهدف تمكين المتعلم من تهجئة الكلمات وقراءتها عن طريق الربط بين الحروف و الصوت الخاص به، ثم الربط بين المقاطع لقراءة الكلمات المركبة منها. يتيح اعتماد هذه الطريقة تلافي صعوبات التعلم في سياق التعليم المبكر في القراءة، وهو تعليم يمكن المتعلم من الوعي الصوتي لضبط أصوات الحروف استماعا ونطقا، والربط بين الأصوات والحروف لقراءة الكلمات والجمل، والطلاقة في تمييز الأصوات وربطها بالحروف وقراءة الكلمات والجمل والنصوص بدقة وسرعة، وفهم المقروء واستخراج معانيه الصريحة والضمنية. وفي إطار تقوية الفهم وإطراء الرصيد اللغوي وحفظ المتعلمين والمتعلمات إلى الإقبال على القراءة، تم استثمار طبعا الحكاية لتحبيب التعلم والقراءة إلى النفوس، وتنمية الفهم السماعي والرصيد اللغوي والطلاقة والتواصل الشفهي بلغة طبعا فصيحة وميسرة. إذا طبعا ها هو النص، اقرأوه طبعا أكثر من 3 مرات. انطلاقا من النص أحدد تعريفا للقراءة المقطعية. إذا من النص نحدد تعريفا للقراءة المقطعية. أحدد مكونات التعليم المبكر للقراءة. سؤال ثالث، من خلال ممارستك المهنية تبين لك أن بعض التلاميذ يواجهون صعوبات قرائية. إذا أعطي صعوبتين من الصعوبات القرائية طبعا التي تعترضك، أعطي الحلول الممكنة لتجاوز تلك الصعوبات. السؤال الرابع يقول لنا أضع تخطيطا لمقطع تعليمي تعلمي للصوت طبعا أستثمر فيه مهارة التجزئة التجزئة المقطعي. خامسا، أعطي تعريفا للبيئة الآمنة. سادسا، لتعلم معاني الكلمات نطبق مجموعة من الاستراتيجيات المتنوعة مثل شبكة الكلمات. أحدد الأنشطة التي تمكن المتعلمين من إنجاز شبكة المفردات لكلمات مدرسة. إذا هذا هو الامتحان، هذا الجزء الاول من الامتحان طبعا ديال الديداكتيك العربيه، وكيتعلقنا طبعا غالبا في المستوى الاول واللي فيه القراءه المقطعيه. اذا انطلاقا من النص اعطي تعريف للقراءه المقطعيه. ها هي القراءه المقطعيه طريقه تعتمد التدريس المباشر للعلاقه بين الاصوات والرموز المتلاها كتابه، طبعا بهدف تمكين المتعلم من تهجئه الكلمات وقراءتها عن طريق الربط بين الحروف الحرف والصوت الخاص به، ثم الربط بين المقاطع لقراءة الكلمات المركبة منها. مكونات أحدد، ستجدون طبعا الإجابات مكتوبة. أحدد مكونات تعليم بك القراءة. طبعا مكونات عندنا الوعي الصوتي، عندنا ذاك المبدأ الألفاء اللي هو الربط بين الصوت والحرف، الربط بين الأصوات والحروف، ثم عندنا الطلاقة اللي هي القدرة على القراءة بدقة وسرعة وإيقاع طبعا صوتي معبر دال، ثم عندنا المفردات، يعني مكون مهم من مكونات اللغة طبعا الشفهية والكتابية، وكيشمل المفردات هي الرصيد ديال الكلمات التي ينبغي المتعلم أن يعرفها طبعا في مستوى معين. طبعا لماذا؟ من أجل التواصل وفهم معاني الكلمات المكتوبة التي يقرأها. ثم عندنا المكون الخامس اللي هو الفهم القرائي. الفهم القرائي هو القدرة طبعا على إدراك مضمون النص المقروء واستخراج معانيه الصريحة والضمنية. السؤال الثالث، من خلال ممارستك المهنية تبين لك أن بعض التلاميذ يواجهون صعوبات
قرائية. أعطي صعوبتين من الصعوبات القرائية. إذن كاين الصعوبات عديدة، فبالنسبة طبعا المستوى الأول كاين صعوبات في نطق الأصوات وأصوات الحروف والضبط المخارج ديالها، مثلا الذ مع الث مع الظ. ثم التهجي تاعتهم أثناء القراءة، فبعض التلاميذ لا يستطيعون قراءة الكلمة، لا يستطيعون طبعا تفكيك الكلمة، لا يضبطون الحركات بشكل سليم الحركات. ثم كاين هناك صعوبة تتعلق بصعوبة القراءة بطلاقة، هذه صعوبة. ثم صعوبة فهم المقروء، يعني القراءة طبعا بدون فهم المعاني، هذه طبعا بعد الصعوبات. إذا الحلول الممكنة لتجاوز تلك الصعوبات، لكن مثلا بالنسبة للطلاقة طبعا خاص المتعلم الإكثار من فرص القراءة الجهرية المتكررة، الإكثار من فرص القراءة الجهرية المتكررة. طبعا في اختيار النصوص ينبغي مراعاة الفروق الفردية والمستويات في التعلم، فكل تلميذ له مستوى معين في التعلم، إذا ينبغي مراعاة الفروق الفردية ومستويات في التعلم أثناء اختيار النصوص القرائية. تدريبهم بكيفية متواترة على قراءة اللوحات القرائية، يعني مهمة ثانية، تدريبهم بكيفية متواترة على قراءة اللوحات القرائية وبطاقة كلمات المعلقة طبعا على جدران القسم. وهناك ثاني التمرن الثنائي، مثلا ثنائي جوج كيكون احدهما يقرا والاخر يلاحظ بالدقه، واحد الدقه ديالو ويحسب مده القراءه. او التمرن الثنائي كيجي لك هذيك احدهما متفوق والاخر غير متفوق، فالمتفوق يقرا النص جهريا قبل الاقل تفوقا. بالنسبه للحلول ممكن تجاوز صعوبه ديال الفهم المقروء، يعني توظيف استراتيجيات متنوعه لفهم المفردات. اول حاجه ينبغي فهم المفردات بتوظيف استراتيجيات متنوعه بحال خارطه الكلمه، شبكه الكلمه، عائله الكلمه. ثم توفير توجيهات متعلقه باستراتيجيات مساعده على فهم النصوص السرديه والاخباريه، بحال قبل القراءه، استراتيجيه قبل ما قبل القراءه واثناء القراءه ثم بعد القراءه، تلخيص ابداء الراي، تشجيع تبادل الاسئله وإزراء المناقشات بين المتعلمين، هذه مهمة ثاني في فهم المقروء، تشجيع تبادل الأسئلة بين المتعلمين، إزراء المناقشات بين المتعلمين. دابا قلنا أضع تخطيطا، هذا السؤال، أضع تخطيطا لمقطع تعليمي تعلمي للصوت ما أستثمر فيه مهارة التجزئة والتجزئة المقطعي. أعيد، راه كاين الإجابات عندنا موجودة. إذا التخطيط التعليمي تعلمي للصوت أستثمر فيه مهارة التجزئة. إذا الخطوات الإجرائية اللي مهمة عندنا تهيئة نموذج، ثم الممارسة الموجهة، ثم الممارسة المستقلة، ثم التطبيق. هذو هما الخطوات والمراحل الأساسية التي ينبغي أن نضبطها. كاين التهيئة والنموذج والممارسة الموجهة والممارسة المستقلة، ثم عندنا التطبيق. هي نشوفوها، هي دابا الصعوبات نرجعوا ليهم. إذا عندنا التهيئة، أقوم بشرح المهارة اللي هي مهارة التجزئة المقطعي، مهارة التجزئة المقطعي، نعم. والنموذج، أعطي مثالا توضيحيا لكيفية أداء مهارة التجزئة المقطعي. مثال: الآن سأقرأ وأنتم تتابعون وطبعا تنصتون. مثلا: مدار، هذا المقطع الصوتي ما دار، أو دمج دا ما جاء. إذا هذا النموذج. الممارسة طبعا الموجهة، طبعا يقرأ الأستاذ والتلاميذ معا. ثم الممارسة المستقلة، يسلم الأستاذ زمام التعلم الذاتي دون اتكال على الغير، نعم، إلا إذا طلب الأمر مساعدة أو توضيح، يعني الأستاذ يتدخل عند الضرورة. تطبيق، يجزئ المتعلم الكلمات إلى مقاطع طبعا في مجموعات صغرى أو ثنائيات، بحال دمار دمار، أو مسار مسار. إذا الخطوات الإجرائية الأساسية هي التهيئة، النموذج، الممارسة الموجهة، والممارسة المستقلة، ثم عندنا التطبيق. نعود إلى طبعا الأسئلة. أعطي تعريف للبيئة الآمنة. طبعا
تعريف لنا للبيئة الآمنة، يعني باش كي تكون عندنا بيئة آمنة يعني لإنجاز الأنشطة في إطار الأمن والأمان النفسي والبدني، حتى يشعر المتعلم بأنه يتعلم المهارة ويمارسها في جو من الود وطبعا الدعم الإيجابي، سواء من الأستاذ وكذلك الزملاء. فينبغي توفير الأمن والأمان النفسي والبدني للمتعلم، شعوره بأنه يمارس أو يتعلم مهارة في جو من الود والدعم الإيجابي من لدن سواء الأستاذ والزملاء. لتعلم معاني الكلمات نطبق مجموعة من الاستراتيجيات المتنوعة مثل شبكة الكلمة. أحدد الأنشطة التي تمكن المتعلمين إنجاز شبكة مفردات لكلمة مدرسة. إذا سنستعمل هنايا استراتيجية ديال شبكة الكلمة. شبكة الكلمة، نعم، يعني هي الكلمات والمفردات طبعا المرتبطة بهذا المجال. فطبعا كلمة مدرسة، نكتب مثلا مدرسة ثم الكلمات المرتبطة بها. سنرى دابا الآن طبعا الأجوبة بالنسبة للسؤال الثاني. قلنا الوعي، مكونات طبعا يمكن هي الوعي الصوتي، المبدأ الألفبائي اللي هو الربط بين الأصوات والحروف، ثم الطلاقة يعني القراءة بدقة وسرعة وطبعا قراءة معبرة، ثم المفردات، ثم الفهم القرائي. قلنا ها هما الشرح ديالهم. الوعي الصوتي هو القدرة على تمييز وحدات الأصوات اللغوية المسموعة وتعرفها والتلاعب بها واستعمالها في كلمات منطوقة. والوعي دي مهمة، بأن كل كلمة منطوقة يعني تتركب من وحدات صوتية صغرى مفردة وليست وحدة صوتية واحدة. إذا الكلمة كتكون مجموعة من وحدات صوتية صغرى مقاطع. المبدأ الألفبائي، التطابق الصوتي الخطي هو الربط بين الأصوات والحروف طبعا أثناء القراءة والكتابة. الطلاقة هي القدرة على القراءة بدقة وسرعة وإلقاء صوتي معبر. ثم المفردات هي مكون من مكونات اللغة الشفهية والكتابية، ويشمل رصيد الكلمات التي يعرفها المتعلم، يعني رصيد معجمي لمستوى تعليمي معين. يعني كل مستوى معين له رصيد معين من أجل التواصل وفهم معاني الكلمات المكتوبة التي قرأها. الفهم القرائي، القدرة على إدراك مضمون النص المقروء طبعا يعني واستخراج معانيه الصريحة والضمنية. هاي بعض الصعوبات هنا. صعوبات في نطق، السؤال الثالث، في نطق أصوات الحروف وضبط مخارجها. مثلا هذه الأصوات، هذه صعوبة نطقها وضبط مخارجها لها. التهجي والتلعثم أثناء القراءة، لا يستطيعون قراءة الكلمة، لا يستطيعون تفكيك الكلمة، لا يضبطون الحركات بشكل سليم. صعوبة القراءة بطلاقة. ثم صعوبة فهم المقروء. صعوبة فهم المقروء هنا طبعا بالنسبة للطلاقة، الحلول لتجاوز تلك الصعوبات، الإكثار من فرص القراءة الجارية المتكررة، مراعاة الفروق الفردية ومستويات التعلم كما قلنا أثناء اختيار النصوص القرائية. ينبغي اختيار نصوص قرائية طبعا التي تناسب مستويات تعلم كل تلميذ. مراعاة الفروق الفردية، تدريبه على كيفية متواترة على قراءة اللوحات القرائية وبطاقة كلمات المعلقة على جدران القسم. تمرن ثنائي، عندنا جوج، أحد التلاميذ يقرأ والآخر يلاحظ الدقة ويحسب مدة القراءة. وعندنا طريقة ثانية، أحدهم متفوق والآخر غير متفوق. المتفوق يقرأ النص جهرا قبل أقل تفوقا. ثم فهم المقروء، توظيف استراتيجيات متنوعة لفهم مفردات هذه الكلمة قلنا. ثم توفير توجيهات متعلقة باستراتيجيات مساعدة لفهم النصوص السردية والإخبارية قبل القراءة وأثناء القراءة وبعد القراءة. ثم تبادل الأسئلة وإجراء المناقشات بين المتعلمين. هنا التخطيط هو اللي قلناه قبيلة. عندنا التهيئة، النموذج، الممارسة الموجهة، الممارسة المستقلة، التطبيق. في التهيئة يعني أقوم بشرح المهارة، مهارة التجزئة، شنو غنديرو. ثم في النموذج أعطي مثالا توضيحيا لكيفية أداء مهارة التجزئة المقطعي. مثال: الآن سأقرأ وأنتم تتابعون. مدار، ما دار، قمنا بتجزئة الكلمة. ذا ما جاء، ذا ما جاء. والموجهة طبعا يقرأ الأستاذ والتلاميذ معا. ممارسة مستقلة، يسلم الأستاذ قلنا زمام التعلم الذاتي دون اتكال على الغير إلا إذا تطلب الأمر مساعدة. والتطبيق، يبدأ محادثة التمرين مثلا، يجزئ المتعلمون كلمة إلى مقاطع في مجموعات صغرى أو ثنائية بحال دمارون دمارون. في طبعا يستحسن تكون مجموعات صغرى أو قلنا ثنائيات.
هنا أكتب كلمة مدرسة كما يلي، وطبعا نكمل هنا بالألعاب المتعلمين إلى أتيان بمفردات مرتبطة بهذه الكلمة اللي هي مدرسة، مثلا تلميذ أو تلميذة، أستاذ مثلا، ساحة، كتب أو كتاب، ثم عندنا مدرس أو أستاذ، قسم، خزانة. إذا البيئة الآمنة يعني إنجاز الأنشطة في إطار الأمن والأمان النفسي والبدني، بحيث يشعر المتعلم بأنه يتعلم المهارة ويمارسها في جو من الود والدعم الإيجابي من لدى الأستاذ والزملاء.